فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن يوتر بركعة واحدة فقط بعد أذان صلاة الفجر إذا نام ولم يستيقظ إلا مع الأذان؟ هل يجوز إيش؟ أن يوتر بركعة واحدة فقط. الوتر بركعة واحدة جائز، نعم، بل تجوز النافلة بركعة واحدة، والوتر يجوز بركعة واحدة، وإن شفعه صلى قبله ركعتين شفع هذا أفضل، وإن اقتصر على ركعة هذا يجزي عن الوتر، ولكن ما يكون بعد طلوع الفجر، الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ولم يوتر يؤخر إلى الضحى، إلى ارتفاع الشمس، ثم يقضي ما كان يصليه في الليل، ويقضي معه الوتر شفعا يشفعه، ما يقتصر على ركعة في القضاء، وإنما يشفعه في النهار. نعم.